مساء الفل احلى ناس في الكون. فيديو النهارده احتفاليه في درع اليوتيوب، مش درع واحد، هما اتنين. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هنعمل هنخبي بس الهديه، هنعمل جيف اوي على لسه عايش، جيف اوي على هديه هقول لكم في اخر الفيديو هي ايه. وخلال الفيديو نفتح الدرع الاول نتفرج عليه، وبعد كده نجاوب على بعض الاسئله اللي الناس بعتها لي على الانستجرام. في الاخر هقول لكم الجيف اوي. يلا بينا. يلا نفتح اول درع، وهو الدرع بتاع اكشن. يلا بينا. الدرع بتاع اكشن يا جماعه وصل 100,000، يعني مش قادر اعبر عن سعادتي باول 100,000 بالدرع الجميل. شكرا ليكم بجد من القلب. كل حد كتب كومنت، كل حد شير، كل حد قال حاجه حلوه، شكرا ليكم اخ وصديق، وكلكم اخواتي وحبايبي. احنا دلوقتي 136,000 مش 100,000 بس، وكمان القناه الثانيه اللي هي بتاعه الشورتس 200,000. هنفتح الدرع بتاعها الثاني نتفرج عليه هو كمان. شكرا. ده كمان الدرع بتاع القناة الشورتس، شريف نبيل شورتس. فاللي مش متابع الشورتس يروح يتابع الشورتس، واللي مش متابع بتاع اكشن يروح يتابع بتاع اكشن. والفيديو هننزله ان شاء الله على القناتين. شكرا ليكم كمان على ال 100,000. احنا دلوقتي بقينا 210,000 على قناة الشورتس. ده بحسه ان هو ايه، يعني طفل الصغير قناة الشورتس. بتاع اكشن هي اللي بتحب فيها جامد جدا، هي 136,000 بس. بدعمكم ان شاء الله نوصل للمليون قريب. فتحنا الدرعين. I'm so excited. اكتبوا لنا في الكومنتات كده ايه اكتر فيديوهات حبيتوها، ايه اكتر حاجه في القناه دي او دي عجباكم، وايه اللي محتاجين نطوره، وايه اللي محتاجين نشتغل عليه الفتره الجايه عشان نوصل للمليون ونفتح سوا الجولد بقى ان شاء الله. نجاوب اسئلتكم اللي انتم بعتوها على الانستجرام. هنخش نجاوبها بسرعه. واللي لسه مش متابع الانستجرام هسيبه لكم في الديسكربشن تحت، او اكتب شريف نبيل لاني في وشك على طول. يلا تعالوا نبدا نجاوب على بعض الاسئله اللي جات لي على الانستجرام بسرعه، ونتكلم عن حاجات في السفر، حاجات عني شويه بسرعه شديده، وبعد كده هنقول الجايزه ايه. انتوا ما فاتوش حاجه من الفيديو. يلا، اول سؤال بيقول ازاي بدات يوتيوب. بدات يوتيوب بعد ما سبت شغلي من سنتين تقريبا. استقلت، انا كنت مهندس، استقلت وبعد كده ركزت في اليوتيوب بس عشان اقدر اعمل محتوى، لان صعب جدا تعمل يوتيوب مع حاجه ثانيه، لان شغلي يومي كل يوم في شغل. السؤال بيقول البانيا فيها شطافات؟ ما فيهاش شطافات، وطول ما انت مسافر خد شطافتك معاك. انت هاجي سيوه قريب ان شاء الله. متزوج؟ لا مش متزوج. ايه اول دوله زرتها من مصر؟ بصراحه اول دوله زرتها كانت قطر، كنت رايح اشتغل هناك، كان عندي شغل. اكتر دوله او اكتر قاره بحبها افريقيا، بصراحه من اكتر القارات اللي بحبها في حياتي افريقيا رقم واحد بالنسبه لي. امتى بدات فلوجز؟ بص انا بدات 2017 2018 تقريبا، وكنت في جنوب افريقيا، وكانت من احلى التريبات في حياتي. كنت بعمل ستوريز بس على الانستجرام ساعتها، لكن من 2020 بدات اليوتيوب، وبدات التيك توك كمان في اخر، بدات تيك توك في 2021 حتى، بقالي سنه بالظبط على التيك توك حاليا. عرفنا في 5 دقايق الفيديو بتاعك من اول التسجيل لحد الوصول لينا. 5 دقايق الفيديو هيخلص. طيب انا بصور بكاميرا كانون ايفون 13، بستخدم الوايد انجل، بستخدمها في معظم الريلز والشورت فيديوز اللي بتنزل على اليوتيوب شورتس، بتنزل على التيك توك، اللي بتنزل على الانستجرام، وكمان بتنزل على الفيسبوك. بالنسبه للفيديوهات بتاعت اليوتيوب انا بستخدم كانون ام 50 والعدسه بتاعتها 11-22، يعني 11-22 وايد انجل، ومعايا كمان عدسه 50 مللي اللي هي بتديك العزل او بتديك الايزوليشن، تقدر تشوف الخلفيه مش واضحه والصوره نفسها بتبقى واضحه. باخد بيها الحاجه اسمها البي رولز اللي هي بتبقى في وسط الفيديوهات. معايا جو برو، معايا درون اير 2 دي جي اي، وبستخدم كمان ايبيديميك في الميوزك عشان الكوبي رايتس او حقوق النشر بتاعه الموسيقى.
وبعد كده بنعمل ايديت لكل ده مع بعض ويطلع الفيديو في الاخر بتاع اليوتيوب او كمان الريت. ايه اكتر حاجه عجبتك في ارمينيا وبالاخص في يريفان، او تروح ايه بره يريفان؟ ارمينيا بصراحه اكتر حاجه عجبتني هي الناس، والناس متعاونه جدا جدا في ارمينيا كلها سواء الشمال او الجنوب. الطبيعه هناك جميله جدا. تروحوا فين في ارمينيا؟ روحوا الشمال، ايجيفان كانت جميله جدا، وتاتيف في الجنوب كانت حلوه. هترجع مصر امتى؟ الاسبوع الجاي، وعندنا تصوير كتير في مصر، فما تفوتوش اي حاجه ان شاء الله الفتره اللي جايه. هو انت عايش فين؟ السؤال ده بسأله كتير. انا عايش حوالين العالم، يعني انا عايش معاكوا على اليوتيوب. طيب انا اساسا بيتي واسرتي وكل حاجه في القاهره في مصر، بس انا كمان عايش في دبي، يعني جزء كمان من حياتي في دبي، معايا اقامه في دبي، فعايش ما بين دبي وما بين القاهره، اسبوعين هنا واسبوعين هنا والباقي حوالين العالم. اكتر البلاد اللي بحبها او بحب ازورها او حبيتها هي البلاد اللي دايما فيها طبيعه، اللي دايما فيها بحر، اللي دايما فيها جبال. الحاجات دي بتشدني اكتر من المدن واكتر من الشوبينج واكتر من حاجات تانية كتير. فدي اكتر حاجه بحبها. مفيش دوله بعينها، لكن دي الطبيعه اللي انا بحبها، التروبيكال اللي على خط الاستواء كلهم بحبهم، سواء في افريقيا سواء في اسيا. لسه ما رحناش امريكا اللاتينيه بس هنروحها قريب. سؤال تاني بيقول كم دولة زرتها؟ انا زرت حاجة 40 دولة تقريبا، 42 43 مش عارف بالظبط، بس حاجة 40 دولة، وان شاء الله نقفل العالم بدعمكم. طب يا جماعة السؤال ده اتسألته كتير، وانا مش عارف ليه الناس بتسأله بصراحة، مسلم ولا مسيحي؟ يعني هيفرق معاك في ايه؟ ده سؤال. يعني انا مسلم وفي فيديوهات كنت بطلع فيها بصلي، يعني ده عادي، كل واحد ليه دينه وكل واحد ليه حياته بيختارها. بس السؤال بيتسال كتير، انا يعني مش فاهم ايه مغزاه، او سيبه كل واحد حر في عقيدته، حر في ديانته، حر في الحاجات اللي هو بيختار يعملها. ده بس اللي نفسي اوصله لكل الناس. سؤال مهم بتاع العائد، دايما السؤال ازاي بصرف على الرحلات، ازاي بسافر، اليوتيوب بيدخل فلوس ولا لا. بنعمل اعلانات، في دعايه، في كولابريشنز بنعملها مع شركات كتير، كل ده بيساعدنا ان احنا نقدر نطلع محتوى. دعمكم، الكومنتات بتاعتكم، المشاهدات بتاعتكم بيجي عليها، لان بيجي لكم اعلانات في وسط الفيديو سواء على اليوتيوب سواء على الفيسبوك. كل ده انواع كتير من الدخل اللي بتخش. ممكن نعمل حلقه كامله عن القصه دي لو حابين، تسيبولي رايكم في الكومنت لو حابين، ممكن نتكلم عنها بالتفصيل. طيب بنجيب افكار السفر منين؟ احنا كده كده في دول بنحب نزورها او حابب ازورها ونفسي ازورها، فبتبقى عندي ليست انا حابب ان انا ازورها، وكل دوله فيها حاجات مميزه بيها، او كل دوله فيها حاجات مميزه ليها. فبنبدأ ندور على الكلام ده. ليه بقول بنبدأ وليه بقول هنروح وليه هنعمل؟ لأن أنا حاليا بقى معايا تيم صغير بيساعدني في السيرش بتاعي، بيساعدني في كتابة بعض الحلقات على اليوتيوب. إن شاء الله التيم ده يكبر ويبقى حاجة كبيرة جدا بإذن الله. سؤال تاني عن أرمينيا، بيبيني لسه بسافر أرمينيا قريب، فأسئلة كتير عن أرمينيا جايالي. فالسؤال بيقول سبورت دوكمنت لفيزا أرمينيا مهم، وتحطه مع الابلكيشن الاونلاين عشان ما تاخدش رفض. فلو عندك تيكت طيران ذهاب وعوده ممكن تحطها، عندك اتش ار ممكن تحطه، عندك اقامه في اي دوله ما برضو ممكن تحطها، هيساعدك ان انت ما تاخدش رفض على التاشيره. روح بس اجيب شوك ميه واجي لكم تاني لحظه واحده. ازاي بسافر بالباسبور المصري وفي صعوبه ولا لا؟ في صعوبه طبعا، في صعوبه، في دول كتير جدا محتاج لها تاشيره، في دول بنعرف نخشها بسهوله خلاص متعودين علينا. ازاي دخلت ارمينيا؟ بارمينيا تاشيره اونلاين $6 بتطلعها، بتطلع في 3 ايام وتمشي على طول. سؤال بيقول كوريا من غير تاشيره للمصريين كان زمان ولغوها، احنا هنعمل ايه طيب؟ طيب انا حاولت اجاوب على بعض الاسئله وبسرعه، لو لسه عندكم اسئله سيبوها في الكومنت تحت، وان شاء الله هرجع نعمل فيديو ده تاني وتالت ورابع، ونحكي ونرغي ونطلع لايف ونعمل كل حاجه. ما تنسوش تابعوني كمان على الانستجرام، يا رب يكون الفيديو عجبكم. بس استنى اقول لكم على الهديه تبقى ايه. جه احلى وقت بقى وهو الجيف اواي. الجيف اواي ان شاء الله هيبقى بلاي ستيشن 5، واحد هيكسبه. خشوا على الانستجرام، سيبوا كومنت هناك، اعملوا منشن لاي حد من صحابكم من حبايبكم، اكتبوا اي حاجه، ان شاء الله نختار من الكومنتات بشكل عشوائي واحد هيكسب بلاي ستيشن، وان شاء الله نحتفل بال 250 وال 500,000 والمليون قريب باذن الله، وكل مره ان شاء الله نعمل جيف اواي. شكرا ليكم على دعمكم الغايه في الجمال والروعه. سلام.